قبل أن يعرف العالم المنظمات الدولية والنظريات الحديثة لحقوق الإنسان، لم يكن الوارث بن كعب الخروصي يحتاج إلى من يذكره بأنه مسؤول عن أولئك المساجين الذين سيجرفهم سيل وادي كلبو، ولم يكن يبحث عن الآلات ووسائل الحماية يهب لإنقاذهم ويقدم روحه فداء لهم. لم يكن أجدادنا بحاجة إلى من يذكرهم بأن يوقروا الكبير ويعطفوا على الصغير وينصفوا الأجير. في عمان وحيث حكم العمانيون لم يمنع أحد أحدا من ممارسة شعائره ومعتقداته، سماوية كانت أم وضعية. في عمان ينصح القائد جنده ويوصيهم على ديار العدو والنساء والصغار والعزل من السلاح. في عمان الثمرة الأحلى في الحقل للفلاح قبل صاحب البستان. في عمان لا ينام الجار جائعا وجاره شبعان، ومن فعل غير ذلك فليس منا. وإنا على آثارهم سائرون.